السلام عليكم، نتعرف في حضرتك. السيد جلال سيرندي معمر، رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بازا، رئيس الهيئة الوطنية للبناء والأشغال العمومية والري، وعضو مجلس إدارة الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة. أهلا وسهلا فيك. ما رأيكم بالعلاقات الاقتصادية التركية الجزائرية وإمكان تطويرها في المستقبل؟ والله لحد الآن العلاقات الجزائرية التركية في المجال الاقتصادي كان أو في المجال السياسي متطورة ومتطورة جدا. إذا تكلمنا عن المجال الاقتصادي فحجم المبادلة التجارية يصل الآن إلى 5 مليار دولار، مع إمكانية الوصول إلى 10 مليار دولار على طلب من السيد الطيب رجب أردوغان. ما هي المجالات الاستثمارية الأفضل في الجزائر والتي يفترض أن تجذب المستثمرين الأجانب؟ إذا نحن الآن في انتقال من التبعية البترولية إلى اكتفاء ذاتي في مجال الزراعة والصناعة والسياحة، دون أن ننسى العنصر الأساسي هو عنصر الإسكان. لحد الآن الشركات التركية متواجدة بقوة. لماذا قلنا أنه حجم المبادلات 5 مليار دولار؟ أكبر معمل للنسيج في الجزائر، في غرب الجزائر في ولاية غليزان، هو جزائري تركي. ثانيا أكبر مصنع للحديد والصلب بمنطقة الغرب الجزائري في مدينة وهران هو جزائري تركي كذلك. ونسبة البنايات التي تصل إلى مليون بناية سنويا، معظم السكنات أخذتها شركات تركية. بالإضافة إلى أنه نتوجه يعني بندائنا هذا إلى شركات تركية من أجل يعني تكثيف الاستثمار، خاصة في المجال الفلاحي والزراعي والتحويلات الزراعية والصناعية. من المناطق التي ذكرتها حضرتك، ما هي أهم المواقع منها الاستثمارية الأفضل وبماذا تتميز؟ يجب أن نقول أن الجزائر تتمتع بمناخ استثماري هام وهام جدا، إضافة إلى ثلاث مناطق مختلفة. منطقة البحر الأبيض المتوسط المتواجدة بالشمال التي نستطيع أن نستغلها في المجال السياحي، منطقة الوسط التي نستطيع أن نذهب سويا لبناء مصانع قوية وكبيرة نتمكن من خلالها اكتفاء ذاتي، إضافة إلى التصدير يعني اللجوء إلى الأسواق الإفريقية من أجل التصدير ثانيا، وثالثا منطقة الصحراء. يعني عندنا مناطق صحراوية تتمتع بمناخ ساخن هام جدا نستطيع من خلاله اللجوء إلى الاستغلال الزراعي، إضافة إلى تواجد الماء في هذه المناطق الصحراوية. شرفنا بحضورك أستاذ، وأكيد شكرا كثير على اللقاء المميز مع حضرتك. بارك الله فيك، أنا ممنون لكم، بارك الله فيكم وربي عنكم. شكرا.